يقول الشاعر: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا. سالفنا علمني بها واحد من أخوان عن نبوه صديق له، صديق لبوه، يقول كان بينهم صداقة عظيمة استمرت حول على 40 سنة. يقول أحيانا إذا جو سولفون وتكوا على بعض وجت روسهم حول بعض يجلسون بالساعة والساعتين وربما بالثلاث، وكل واحد يعطي الثاني سالفة أو كلمتين فيما بينهم ما يسمعهم أحد، ما يتحركون من شدة يعني ما هم مصغين البعض وما هم ركزين في القضايا اللي بينهم. وهذا طبعا دليل على شدة الألفة وقوتها وقرب القلوب من بعضها. يقول: مرض صديق أبوي وما طول توفي، وكانت وفاته صدمة عنيفة وقاسية جدا على أبوي، حتى إني يوم إني أخذته وديته لقبره ووقف عليه، يقول وقف عنده الله العالم ساعة أو ساعتين يدعي له، يقول وكل أخذه قال راح. يقول كان حزين على فرقة خوية. يقول ولا منه تذكر خوي وفاة رفيز أبوي، وأبوي ماش مو بخوينا اللي حنا نعرفه. يقول بعد يجي 10 سنين توفي أبوي الله يرحمه ويسكن فسيح جناته. يقول صلينا على الوالد الله يرحمه ويسكن فسيح جناته، وديناه للمقبرة وخدته أنا وإخواني والجماعة والربع جماعة المسجد واللي يعرفه هو القاصي والداني، ومن ضمن الناس اللي معنا عيال الرجل رفيز أبوي. يوم إنا شرعنا في الدفن واخذنا له والله يوم صاحوا الرجاجيل وتطيحوا، منهم اللي يغمي عليه ومنهم مدري اللي يشتاه، يقول خير ان شاء الله. يقول نبي يعرف شو السالفه. يقولوا نكتشف ان القبر اللي حطينا فيه ابوي او اللي حفرناه لابوي جنب القبر حق الرجال رفيز ابوي. يقول سبحان الله العظيم ما بينهم شيء بعد 10 سنين. تخيل معي المقبره طويله عريضه مليئة بالأموات اللي دفنوا بعد الرجل الأول، ويبقى مكان معين محدد سبحان الله العظيم هالمسين هذا مكتوب لفلان حتى يكونون جنب بعض لا إله إلا الله بعد 10 سنوات. أسأل الله أنه مثل ما جمعهم في الدنيا أنه يجمعهم وإياكم ووالدينكم من تحبون في الفردوس الأعلى من الجنة. القصة هذه من أغرب القصص اللي مرت علي. سلام.